طبعا بجد ترحيب بكل حضراتكم، بنرحب بالكابتن شريف الشميرلي المدير الفني والمحاضر الدولي الاتحاد الدولي لكره الطائره، واللي يمتلك العديد من الخبرات، والمدير الفني للعديد من المنتخبات والانديه. كابتن شريف بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. يمكن شفنا التقرير بتاع النهارده عن منتخب كره الطائره ومشاركته في اولمبياد باريس 2024، ويمكن كان عنوانه الحاضر الغائب. يا ريت تعليق حضرتك ايه على العنوان ده؟ أول حاجة طبعا أنا بقول هارد لك لمصر، لكرة الطائرة المصرية على النتائج، بس أنا مش شايف أن ده كان أمر غير متوقع. يعني هو كان معروف أن احنا في مجموعة صعبة جدا، ويمكن أنا برضو في جدل يعني شغال جامد جدا على موضوع مشاركة الفرق وعدم تحقيق النتائج. ممكن نحاسب المسؤولين عن النتائج ايا كان المسؤولين دول، اذا كان لاعبين او مسؤولين، لكن في نقطه مهمه ان لازم التاهل ده شرف، لان الالعاب الاولمبيه كحدث عالمي كبير لازم كل من له الحق ان هو تاهل طبعا يكون موجود، لكن بشرط. الشرط ده ببساطه هو الاعداد الجيد المناسب اللي هو بيؤدي الى على الاقل اللي نقول عليه الساتسفاكشن، اللي هو ان انا ابقى راضي عن المشاركه بشكل او باخر، يعني ولما الناس طلعت كل ما عندها. اللاعبين انا شايف ان هم طبعا كانوا بيجتهدوا، في بعض اللاعبين انا شايف سنهم شويه لسه صغير على ان هم يدخلوا منافسه زي دي، لكن في كل الحالات الموضوع ده هو اللي هنتكلم عليه بالتفاصيل وبعد كده. طب يمكن حضرتك رحت الموضوع اللي هو لازم الاعداد للبطوله نفسها. احنا طبعا كنا صعبنا ان احنا احسن ترتيب افريقي في الرانك العالمي، فبالتالي احنا صعبنا لاولمبياد باريس 2024 واستضفنا بطوله افريقيا هنا في مصر عندنا وفوزنا بيها. قبل اولمبياد سافرنا الصين ولعبنا بطولة التحدي الدولية وصلنا فيها، يمكن عملنا فيها تاك كويسة وصلنا للمباراة النهائية وخسرنا، وبعد كده طلعنا على بولندا ولعبنا بطولة بولندا الدولية. هل الإعداد ده كان كافي إن احنا نأهل المنتخب إن هو يشارك في أولمبياد باريس؟ أنا مبسوط. أنا عارف طبعًا حضرتك لاعب مهم لكرة السلة سابق، يعني ربنا يخليك يا حضرتك، فبتلمس النقط المهمة. يعني أولًا المنتخب يعني كان فيه مرحلتين، مرحلة التأهل من أفريقيا، وانا شايف ان ده طبيعي ان لمصر انها في وقت ما، يعني احنا الحمد لله المنافسه الكبيره جدا في الفوز بالبطولات الافريقيه بيننا وبين تونس تحديدا، والحمد لله انا يعني ربنا اكرمني، انا يعني انا عامل 3 ميداليات ذهب قدام تونس قبل كده.